ومعنا من بغداد الناشطة في التظاهرات السيدة ناهد أحمد. سيدة ناهد، يعني محمد توفيق علاوي أعلن تكليفه برئاسة الحكومة رغم الرفض الشعبي العارم لذلك، يعني كيف استقبل المتظاهرون هذا الأمر؟ والله يعني محمد توفيق علاوي اسمه مو بالجديد الصراحة، يعني قبل فترة والساعة المتظاهرين المدنيين بالذات رافضته. نعم. هو شنو يعني هم الطبقة الحاكمة لحد الآن، والشعب طبعا الشعب هو الكتلة الأكبر، وخلي أقول لهم إحنا الكتلة الأكبر، واللي يقدم المرشح هو إحنا، ومع ذلك دا يتجاهلونه. يعني شوفوا أستاذ، هو بيننا وبين الحكومة صاحبة الميليشيات، وهي الميليشيات هي القاتلة، لأنك هي مسألة الصراع على البقاء. يعني هم يعرفون نفسهم، إحنا صحيح تظاهرات نسلمية، لكن وراهم محاكم، وراهم تجريم من المجتمع الدولي، رغم أنه المجتمع الدولي ما يزال مقصر في حق المتظاهرين العراقيين، وحق ما يلاقوه من قمع واستعمال مفرط للقوة. يعني ما تزال المجتمع الدولي مقصر بإسنادهم ودعمهم، وهي مسألة يعني، ورغم أنه ثورتنا وتظاهرنا سلمي، لكن انت لا تنسى احنا متى ما حققنا اللي نريده ترى وراهم محاكم، هم يعرفون وراهم محاكم تجريمهم، هم متورطين بالقتل وبالسرقه. يعني هم مجرد عصابه بتحكم العراق. وبما انه هم في بالهم موضوع المحاكم، وانهم سوف يطاردون في المحاكم من أجل سرقة المال العام، ووصفتي أن التظاهرات المتظاهرين الشعب هم الكتلة الأكبر، مع ذلك الأحزاب مستمرة على قمع هذه التظاهرات وتمرير ما تريد. يعني الآن المتظاهرون سيدة ناهد، كيف ستكون ردة فعلهم تجاه هذا الإصرار بالقمع وبتمرير ما يريد أو ما تريد الأحزاب؟ ما تزال رافضة، ورح يصير تصعيد أكثر، تصعيد سلمي. نعم، في إطار السلمية بالتأكيد. نعم، تصعيد سلمي، يعني رح نتوسع بشكل أفقي إلى أن نصل يعني حرق الموتور. هاي ما أمامنا إلا هذا. نعم، وهذا هذا إنشأنا ضعاف الدولة. إذن هناك إصرار من المتظاهرين على يعني عدم اختيار وجوه شاركت في العملية السياسية، عدم تدوير وجوه شاركت في فساد العملية السياسية. نعم، يعني هل هناك ربط؟ نعم، ما يزالون عليها. نعم. سيدة ناهد، الكثير يعني ربط ما بين عودة أنصار مقتدى الصدر إلى ساحات الاحتجاج وما بين تكليف علاوي، يعني هل هناك ربط؟ طبعا مؤامره، يعني هم مبينين يريدون يوقفون عليه، لانه هو واحد من عندهم، هو واحد من هو هذا طلع من رحم العمليه السياسيه الفاسده، فاشل يريد يستمر يكمل مسيره الفشل اللي هم ما يزالون ماشيين بيها. فطبعا الرفض الشعبي، وهم يريدون حتى يعتبرون نفسهم هم جزء من ساحة التحرير، بس لا، هم مو جزء من ساحة التحرير، هم ما يزالون جزء من الحكومة، هم مكون حكومي فاسد، ومع ذلك فارضين نفسهم على الساحة. هم لم يقدموا يعني مقتدى الصدر، يعني لعلمك مقتدى الصدر احنا على كل يعني هو مقتدى الصدر انسان غير وطني، تسحى تحركات غير وطني، يعني احنا نسينا الغدرة اللي غدرنا بيها قبل الفترة السابقة اللي من دخلنا الخضراء، احنا بحكم الدستور من دخلنا الخضراء بحكم الدستور الحكومة فاقت، ومع ذلك فشل أجهضها وخلانا نتراجع. سيدة ناهد، ما الذي يجعل مقتدى الصدر يعني يصر على هذا الموقف وعلى هذه الخطوات في حين أنه مشارك في العملية السياسية ومشارك أيضا بفساد العملية السياسية، والدليل أن لديه 6 وزراء ولديه 54 نائب داخل الحكومة؟
ما الذي يجعله يتصدر أو يحاول تصدر الموقف في التظاهرات؟ من موقف القوة، يعني إذا هو عدى هلج الوزارات وعدى عدى هواية أعضاء بالبرلمان، طبعا هو موقفه قوي من موقف القوة، ويريد أيضا يحكم حكم صراحة إسلامي، مو إسلامي، حشو الإسلام، الإسلام ليس كما هو يتصرف وكيف وكما يدعون ويتكلمون ويتحدثون، لا، الدين الإسلامي دين حال بقية الأديان، جاء لتقويم البشر وليس لدولة ولسياسة. فهو من هذا المنطلق، هذا منطلقاته أنه حكم إسلامي ديني، وتعرف يعني حكم الإسلامي الديني أو أثبتت فشلها، يعني الأنظمة الدينية السياسية أثبتت فشل. شكرا لك سيدة مهد أحمد، نشكرك شكرا جزيلا. الفشل هو ايضا مره ثانيه، وبهذا الوقت بوقت اللي الشعب العراقي من عده مكونات، من عده اديان ومن عده مذاهب، يريد يفرض دينه ومذهبه على الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي رافضه. شكرا لك سيده ناهد احمد الناشطه في التظاهرات، كنت معنا من بغداد، وناسف لضيق الوقت.